إذا الإنسان ضاقت عليه الدنيا، في مشكلة بعمله، بصحته، ببيته، بأسرته، أعتقد ما في مشكلة أصعب من أن يجد الإنسان نفسه في بطن الحوت مهما ضخم مشكلته. يا أخي شيء لا يحتمل، شغل ما في، دخل صفر، الزواج ميؤوس منه، الزوجة سيئة جدا، إن طلقتها عندي منها أولاد، أخاف من ضياعهم إن طلقتها، وأخاف ولا أتحمل معاشرتها إن أبقيتها، وهو يظن أن هذه أكبر مشكلة في العالم. لكن سيدنا يونس رأى نفسه فجأة في بطن الحوت، في ظلمة بطن الحوت. الحوت معروف، الحوت تقريبا يعني في حوالي 150 طن وزنه، الحوت الأزرق 150 طن، 130، في شحم 50 طن، في لحم 50 طن، في زيت 90 برميل، 90 برميل زيت حوت، أرقام مذهلة. مرة حوت جرى سفينة 48 ساعة وهي تعمل محركاتها بعكس اتجاهه ولم تفلح بالخلاص منه. سفينة ضخمة، يمكن فمه غرفة، في بيت غرفة 5×5، غرفة فمه غرفة. فجأة رأى نفسه في بطن الحوت. فالواحد كلما ضاقت به الأمور ليذكر هذه القصة، هذه المصيبة ليست أشد من أن تكون في بطن الحوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل. وإذا الإنسان حد يعرف ما معنى البحر في الليل، يركب من طرطوس لأرواد، بس بالليل وحشة. البحر في الليل موحش جدا، ظلمة البحر، وظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت. لكن دائما لازم تشعر أن الله عز وجل لما بيعالج إنسان، أنا أشبه هذا التشبيه ولله المثل الأعلى، لما أب بيمسك ابنه من إيده بيقربه من الساقية، بيخاف الابن، لكن رحمة الأب وحرص الأب على سلامة ابنه هي أشد بكثير من الخطر الذي يراه ماثلا أمامه. ربنا بيعالجنا جميعا لكن لا يتخلى عنا، يعالجنا بالمرض ثم يشفينا، يعالجنا بالفقر ثم يغنينا، بالخوف ثم يطمئننا. فإذا أنت وقع الإنسان بحرج، بمشكلة، له في هذا النبي الكريم أسوة حسنة. فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني أتى بعمل يلام عليه، أتى بعمل لأنه غادر قومه قبل أن يأذن الله له، ضجر منهم. أيام الواحد يتكلم مع شخص كرنتين، قال حل عني، عيشت الفهيم مع البهيم دادتني، ما بيتحمل. على كل، لا ينبغي أن نشغل بتفاصيل وقوعه في البحر. شاءت مشيئة الله أن يقع في البحر، قرعة بغير قرعة، ألقوا ألقى نفسه، مهما شئتم، هذه التفاصيل لا تعنينا، يعنينا أن الله أراد له أن يقع في البحر، وإذا شاء الله شيئا لا بد من أن يقع. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. طبعا الحوت إذا كان وجبته المعتدلة 4 طن، فشو بيساوي سيدنا يونس معه؟ مثل سمسمة بين أسنانك، يعني لقمة، أقل من لقمة. إذا رضعته الوحدة 300 كيلو، 3 رضعات بده باليوم، أنثى الحوت 3 رضعات بده طن حليب كل يوم. فلذلك الله قال فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني أتى بعمل يلام عليه. الله عز وجل وصف النبي عليه الصلاة والسلام فقال فما أنت بملوم، لست ملوما عندنا يا محمد، ولست ملوما عند الخلق ولا عند نفسك. أي واحد منا طول حياته بلوم نفسه، ليش هيك حكيت؟ لماذا فعلت كذا؟ لما لم أعطه؟
لما ضيقت عليه، لما تأخرت مثلا، كل حياته لوم، وربنا أثنى على النفس اللوامة، أثنى عليها، قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في كل حياته ما أتى بعمل يلام عليه. سيدنا يونس، طبعا الأنبياء مراتب، فالتقمه الحوت وهو مليم. بس في نقطة دقيقة جدا، يعني المؤمن لا تضره معصية، بمعنى أنه إذا خالف الأولى وعاتبه الله عاد إلى الله مباشرة. كثير التوبة، كثير الأوبة، أواب، تواب، وقاف عند كتاب الله. فالإنسان، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يعني النبي وحده معصوم، أما أمته لو أن الإنسان غلط بكلمة، بتصرف، بنظرة، باب التوبة مفتوح. والإنسان المؤمن كثير الأوبة، كثير التوبة، كثير الرجوع. والله عز وجل لا يتخلى عن المؤمن. واعتبر أن الله عز وجل إذا عالجك فهذا من علو مقامك عند الله، لأنه في إنسان خارج الاهتمام الإلهي. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. حدثني أخ له قريبان أصيب قريب بمرض عضال، جاء بطبيب صديق العائلة، فهذا الطبيب كلما سأله أهل المريض أنه ماذا يأكل، يأكل ما يشاء. هل نعطيه هذا الدواء؟ أعطوه أي دواء يحبه. تساهل عجيب، يبدو أن الطبيب كان يائسا من شفائه. خرج هذا المريض عن دائرة الشفاء، فلذلك كل شيء مباح لهذا المريض. هذا الأخ الكريم الطبيب نفسه مع مريض آخر من الأسرة أصيب بمرض في أمعائه، رآه متشددا غاية التشدد، أعطاه قائمة بالممنوعات والمسموحات بمقادير محددة والأدوية بمواقيت، زارهم مرة ثانية، خالفوا التعليمات قليلا، أقام الدنيا ولم يقعدها. الطبيب نفسه، لماذا كل هذا التساهل مع الأول وكل هذا التشدد مع الثاني؟ الثاني ضمن دائرة الشفاء والعناية المشددة. فأحدنا أيها الإخوة، إن رأى أن الله جل جلاله يعالجه ويتابعه ويحاسبه حسابا دقيقا ليفرح. هذا دليل أن الله عز وجل يريد أن يتوب عليه، يريد أن يطهره. هذا الصحابي الذي سأل النبي أن يدعو له، قال اللهم ارحمه، فقال الله عز وجل كيف أرحمه مما أنا به أرحمه، قال وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. يا أخوان، نحن إذا رأينا أن ربنا جل جلاله يتابعنا ويضيق علينا ويحاسبنا على كل نظرة وعلى كل خطرة وعلى كل زلة، فهذا من نعم الله علينا. معنى ذلك أننا مطلوبون وأننا ضمن العناية الإلهية. أما إذا أعطانا الدنيا ولم يعالجنا فهذه إشارة لا ترضي إطلاقا. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. سيدنا يونس، الله عز وجل نبي كريم، نبي عظيم يحبه، لكن ترك الأولى فجاء العلاج ثم اشتباه، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين. طبعا نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالوا الثناء على الله دعاء،
والدليل هذه الآية، الثناء على الله دعاء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف بذنبه، والمعترف بالذنب كمن لا ذنب له. والثناء على الله دعاء، أحيانا يكون شخص لك عنده حاجة، إذا قلت له أعطني شيء، أنت إنسان كريم، أنت عظيم، أنت رحيم، هذه الأوصاف دعوة مبطنة بالعطاء. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أنا وقعت في أمرك يا رب. أنت رفض الجزئيات والتفاصيل. شاءت حكمة الله أن يقع في البحر وأن يلتقمه الحوت، وفي الظلمات تذكر الله عز وجل. بالمناسبة المؤمن إذا وقع يذكر الله عز وجل، أما غير المؤمن ما بيذكر شيء، بيتذكر زيد وعبيد الهواتف تليفونات، لا تذكر إلا الله، لأن الله عز وجل معك يسمعك ويستجيب لك. قال فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وانتهى انتهى. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، الله عز وجل استجاب له فكشف عنه الغم، والحوت ألقاه في البر. طبعا الكيفية لا نعلمه. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، طبعا صار في التهابات بالجلد، صار في جروح، الله عز وجل أنبت عليه شجرة كانت شفاء له. الشاهد هنا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا كلهم فمتعناهم إلى حين. وفي الآية استنباط دقيق جدا، إذا الإنسان آمن واستقام واصطلح مع الله عز وجل، في له بشارة بهذه الآية أنه يمتعه إلى حين، إلى حين انقضاء أجله. يعني الله عز وجل بيمتحنك لفترة، بيعالجك لفترة، وبيمتحنك لفترة ثم يعطيك لفترة. حياة الإنسان فيها أطوار ثلاثة، قبل أن يؤمن معالجات، فإذا آمن ابتلاءات، فإذا استقر إيمانه إكرامات. في فترة معالجة، فترة الثانية ابتلاء، الثالثة إكرام، فمتعناهم إلى حين. لذلك الإنسان إذا مر بالطور الأول لينتظر الطور الثاني، وإن مر بالطور الثاني لينتظر الطور الثالث. في بحياتك فترة إكرام، تستقر حياتك النفسية بسعادة، بهدوء، بمحبوحة، براحة، هذه فترة الإكرام. في قبل الامتحان، في قبل المعالجة. فإذا الإنسان استجاب إلى الله سريعا تقصر المعالجة، وإذا امتحنه مرة وثانية وثالثة وكان في كل مرة صادقا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كمان تقصر مدة الامتحان وتطول فترة الإكرام. فالله عز وجل أبقى إلى الفلك المشحون، يعني أبى البقاء عند قومه، ضجر منهم ولم يؤمر بتركهم، خالف الأولى، فعالجه الله عز وجل ثم نجاه إلى البر، ثم عالج جسمه، ثم عاد كما كان. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا به جميعا واستجابوا له فمتعناهم إلى حين. يمكن أسعد إنسان هو الذي إذا دعا إلى الله استجاب الناس له وآمنوا بدعوته، فكان يعني سببا لهدايتهم، وهذا من إكرام الله له. يعني أعظم عمل إنه من صنعة الأنبياء أن تكون سببا في هداية الخلق، أن تكون سببا في دلالة الخلق إلى الحق جل جلاله. وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى بقية الآيات في سورة الصافات. يعني ممكن قبل أن ننهي الدرس هذه القصة، قصة يونس، أول مغزى أن كل الناس مدعوون إلى الهدى،
وأن الله خلقهم جميعا ليرحمهم وليصعدهم، أي أول نقطة. الثانية أن الإنسان إذا دعا إلى الله عليه أن يصبر، وعليه أن يستمر، وأن يثبت، لأنه إذا تخلى عن دعوته أدبه الله عز وجل. النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الإنسان يمر بمرحلة معالجة، ومرحلة ابتلاء، ومرحلة إكرام. النقطة الرابعة، أن الإنسان إذا أصابته مصيبة ليذكر مصيبة هذا النبي العظيم وقد وجد نفسه فجأة في بطن الحوت، وكيف أن الله لا يتخلى عن المؤمنين إطلاقا. يعني تصور المثل، أب حمل ابنه من يده وقربه من الماء فبكى ثم أعاده، عملية إيقاظ، عملية تنبيه، عملية حفز. فربنا عز وجل يعالجنا جميعا. والمؤمن كما قلت لا تضره معصية، لأنه إذا عصى أو خالف أو قصر يذكر رحمة الله عز وجل فيتوب إليه. الكافر معصيته ثابتة، أما المؤمن كثير التوبة يتوب منها فورا. وإذا آمنت واصطلحت مع الله واستقمت على أمره يمتعك في الدنيا متاعا إلى حين. في آية أخرى تؤكد ذلك، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فهذه الدنيا على قصرها إذا اصطلحت مع الله جعلها الله لك متعة وأسعدك فيها، لأنك امتحنت فصبرت، عولجت فاستجبت، امتحنت فنجحت بقي الإكرام، عولجت فاستجبت، امتحنت فصبرت بقي الإكرام. لهذا قال تعالى ورفعنا لك ذكرك. حتى المؤمن لما يصطلح مع الله وبيمتحنه الله وبينجح، الله بيرفع شأنه، صلى شأن بين أهله، بين أهل عشيرته، بين جيرانه، بين زملائه، له قيمة. كل الذي أتمناه على الإخوة الأكارم أن تكون هذه القصص نبراسا لهم، أن تكون منارات لهم في طريق الحياة. يعني المصيبة الذي ساقها يذهبها، والذي قدرها يقدر محوها، والذي أرسلها يصرفها عنك. يعني الأمل كان بالمية صفر أنه ينجو من بطن الحوت، لكن نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وأروع ما في القصة وكذلك ننجي المؤمنين. الكلام إلنا كلنا، كلنا معني بهذه الآية وكذلك ننجي المؤمنين. فأنت اعتصم بالله واستعن به ولا تعصي أمره ولا تترك الأولى. أنا أعرف أشخاص عديدين كانت لهم دعوة إلى الله زهدوا بها وآثروا الدنيا عليها فدمرهم الله عز وجل، والله أعرفهم بالأسماء. له دعوة، له مريدين، له إخوان، جاءته فرصة بارقة فترك الدعوة وآثر الدنيا عليها فذهبت دنياه عن آخرها التي آثرها على الدعوة إلى الله عز وجل. أيضا هذه ملاحظة، أيام إنسان يكون مقيم ببلد له مجلس علم، له إخوان، له ترتيب، يعني هو سبب لهداية سبعة ثمانية، يأتيه عرض خارجي بيتفك رأسا، وين هذول إخوانك أقدر عم تعلمهم عم تهذبهم عم توجههم، أنت سبب هداية تركتهم ومشيت. إن هي القصة تعني كل واحد منا. إذا أقامك الله في دعوة إليه لا تؤثر عليها الدنيا، إذا أقامك الله في دعوة ولو كان خمس أشخاص لا تؤثر عليها راتبا ضخما ولا يعني منصبا رفيعا، آثر مرضاة الله عز وجل تأتيك الدنيا وهي راغمة. لا تنسى قول الحديث القدسي
من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. الإنسان أيام يستنبط من تصرفات ربنا عز وجل أن الله عز وجل لا يريد ذلك، أقامك بدعوة، أطلق لسانك، دعا الناس إليك، استفادوا منك، يأتيك معاش مغري خارج القطر، تركت الدعوة كلها ومشيت. عندئذ يؤدب تأديبا شديدا، وقد يذهب الله دنياه التي آثرها على آخرته. فإذا الإنسان الله أقامه ليكون خادما للخلق، إذا أقامك بالدعوة إليه هذا أرفع منصب تناله في الدنيا والآخرة. والقصة هي أمامنا، سيدنا يونس ضجر منهم، ترك الأولى فالتقمه الحوت، ما بيهمني كيف التقمه، بيهمني أنه التقمه، شيء ثابت التقمه الحوت، يعني شاءت مشيئة الله أن يلتقمه. فلما نادى في الظلمات واستغفر وأناب واعترف بذنبه إني كنت من الظالمين، الله عز وجل على الرغم من أن المصيبة كبيرة جدا أنجاه منها، الحوت نفسه نبذه في العراء والله عالجه بهذه الشجرة التي ذكرها الله عز وجل. وبعد ذلك عاد إلى قومه داعية ودعا 100,000 أو يزيدون وآمنوا به جميعا فمتعناهم إلى حين. وخلي بالك النقطة في طور المعالجة، فإذا استجبت توقفت المعالجة، وفي طور الامتحان فإذا نجحت توقف الامتحان، بقي الطور الثالث وهو الإكرام، فمتعناهم إلى حين. هذه آيات كريمة خالدة، يعني هذا ما يفعله الله بعباده في كل عصر وفي كل والتي استنبطت من كتابه الكريم. والقانون اليوم قانون تفريج الكرب، وما أكثرها في حياة المسلمين. كل إنسان عنده مشكلة، شاب يبحث عن عمل، هذه مشكلة، شاب يبحث عن زوجة، هذه مشكلة، إنسان له زوجة ليست كما يتمنى، هذه مشكلة، إنسان دخله قليل، إنسان عليه ديون لا قبل له بوفائه، ما أكثر الهموم، إنسان عنده مشكلة صحية. حياة البشر هكذا أرادها أن تكون، نحن في دار ابتلاء لا في دار جزاء، نحن في دار تكليف لا في دار تشريف، نحن في دار عمل لا في دار أمل. طبيعة الحياة الدنيا كما ورد في بعض الآثار إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. لذلك لعلماء العقيدة رأي في أسماء الله الحسنى يجدر أن أتحدث به، لا يجوز أن تقول الله ضار مع أن الضار من أسماء الله الحسنى، يجب أن تقول ضار نافع، أي أنه يضر لينفع. لا يجوز أن تقول الله خافض فقط، من أسمائه الحسنى قل خافض رافع يخفض ليرفع. لا يجوز أن تقول الله مذل، هو مذل لكن مذل معز يذل ليعز. أيها الإخوة، شاءت حكمة الله أن تكون الحياة دار ابتلاء، الابتلاء الامتحان، كل واحد منا ما هي بنود امتحانه؟ أنت ممتحن في زمرتين، في زمرة مكنك الله منها
أعطاك مال، أنت ممتحن بالمال، أعطاك صحة، أعطاك عقل راجح، أعطاك طلاقة لسان، أعطاك شكل وسيم، هذه الميزات وهذه الخصائص وهذه الحظوظ بنود امتحانك مع الله، قد تنجح وقد لا تنجح. الآن في زمرة بنود أخرى، زوى عنك الصحة أحياناً، في متاعب بجهاز الهضم مستمرة، زوى عنك الوسامة، ما في وسامة، زوى عنك المال، دخل محدود، فأنت ممتحن في زمرتين، الحظوظ التي مكنك الله منها والحظوظ التي زويت عنك. من هنا جاء الدعاء الرائع: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب. لذلك الآية الكريمة: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني إذا آتاك الله المال ابتغي به الدار الآخرة، إذا آتاك الصحة استهلكها في طاعة الله، إذا آتاك الله مالاً أنفقه في سبيل الله، إذا آتاك الله طلاقة لسان كن داعية إلى الله. بيّن الحق، بيّن القرآن: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. إذاً في عندك زمرتان من الامتحانات، الحظوظ التي مكنك الله منها والحظوظ التي زواها عنك. الآن لو تصورنا إنسانان عاشا 60 عاماً بالضبط، واحد كان غني واحد كان فقير، لو توقعنا أن الغني لم ينجح بامتحانه، استكبر بماله، استعلى على عباد الله، أنفقه على ملذاته وشهواته المحرمة، والفقير نجح في امتحان الفقر، تجمل وصبر وتعفف وأطاع الله عز وجل. 60 انتهوا، كم سنة بقيان بعد الموت؟ إلى أبد الآبدين. ما هو الأبد؟ والله أيها الإخوة، والله ما في عقل بالأرض يستوعب الأبد. ماذا أقول؟ بيننا وبين الشمس 156 مليون كيلومتر، تصور واحد بالأرض وأصفار للشمس، مو كل كيلومتر صفر، كل ميلي صفر، شو الرقم؟ هذا رقم العقل ما بيستوعبه. 156 مليون كيلومتر أصفار وكل ميلي صفر، هذا الرقم ضعه صورة وضع مخرجه لا نهاية، قيمة صفر. الدنيا صفر، لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الغنى والفقر بعد العرض على الله، خذ ما شئت إنك مفارق، عش ما شئت فإنك ميت، أحبب ما شئت فإنك مفارق، اعمل ما شئت فإنك مجزي به، هكذا. لذلك العقل والذكاء والتوفيق والنجاح والتفوق في طاعة الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. إذاً نحن في دار ابتلاء، والابتلاء منوع، إما إيجابي أو سلبي. لو كان الابتلاء سلبي، أنت أمام طريق مسدود، ما في عمل، وشاب، ما في زواج، ما في عندك بيت، يعني مشكلات الحياة لا تعد ولا تحصى، مرض معقد يحتاج إلى أموال طائلة، هذا كرب. قانون تفريج الكرب: والله الذي لا إله إلا هو، وألقى الله بهذا الكلام، زوال الكون أهون على الله من أن تتقي الله ثم لا ترى الفرج. بأي مكان كنت، بأي زمان، بأي محيط، بأي بيئة، بأي نظام، بدولة غنية، فقيرة، شرق، غرب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
هذه شعار عظيم لكل شاب. مما تشكو؟ اتق الله، اتق الله يجعل لك مخرجا، اتق الله في اختيار زوجتك يجعل الله لك مخرجا من الشقاء الزوجي، اخترها ذات دين تربت يداك إن لم تفعل، اخترها تعرف الله إنها أم أولادك. من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، ومن لا يتق الله في اختيار زوجته تريه النجوم ظهرا. المرأة جنة أو نار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الآن من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم. أنت حينما تعتني بابنك صغيرا تأخذه إلى المسجد، تحفظه كتاب الله، تهتم بأخلاقه، بأصدقائه، بدراسته، بصحته، بعاداته، بتقاليده، هو معك يلزمك. فإذا شب رأيته قرة عين لك. والله أيها الإخوة، ما من شيء أغلى على الأبوين من ابن صالح يدعو لهما من بعدهما، هو صدقة جارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. لذلك يقول سيدنا عمر: أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا رجاء ولد صالح ينفع الناس من بعدي. الولد ثروة كبيرة. يا أيها الإخوة، نحن في امتحان، في عندنا مشكلة زوجية، مشكلة بالأولاد، مشكلة بالدخل، مشكلة بالصحة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله حدثني أحد علماء دمشق، جاءه شاب قال له: أنا ما معي شيء، وأنا في سن الشباب، وأنا أتمنى أن أتزوج، لا في بيت، ولا في عمل، ولا في مهر، يعمل في محل تجاري بدخل قليل جدا. قال له: اتق الله. قال له: هذه أين تصرف؟ شو اتق الله؟ ما فهم أبعاده. قال له: ما عندي غيره، مع السلامة. هذا فكر اتق الله، مجال تقوى عمله، يعني هو موظف بسيط جدا بمحل، يبدو أنه أخذ هذا الكلام بمحمل خطير. قال له، قال بعدين: داومت دوام كامل، المحل كأنه إلي، غضيت بصري عن أي فتاة تدخل إلى المحل، ما كذبت أبدا، نصحت الزبائن. يذكر تفاصيل تفاصيل تفاصيل. فصاحب المحل وضع مو طبيعي، كأنه صاحب المحل هو، اهتمام، دوام. فالذي حصل أنه صاحب المحل طمع به أن يكون زوجاً لابنته، بس ما أخبره. وأمن بيت جيد جداً، وصار يقول له: رافقني، أنا مضطر أكسي بيت، أنا بحب ذوقك. هو يختار السيراميك، هو يختار البلاط، هو يختار. بعد ما انتهى البيت قال له: هذا البيت لك، أنا حزوجك بنتي. فأجا دعا الشيخ على عقد القران، قال له: سيدي ما تذكرتني؟ قال له: لا والله. قال له: مرة أنا جيت لعندك قلت لي اتق الله، أنا اتقيت الله، الله أكرمني بزوجة وبيت منك ودخل جيد. أنا والله وألقى الله بهذا الكلام ما بصدق في الأرض في الخمس قارات من آدم ليوم القيامة أنه شاب يتقي الله والله عز وجل لا يفرج عنه. وما أكثر المشكلات، والله في مشكلات في العالم الإسلامي والله تنهد لها الجبال، في صعوبات، في طرق مسدودة، في أبواب مغلقة، في قهر، في قتل، في فقد حرية، في مرض،
في جوائح، في شيء لا يحتمل. ترون كل يوم أنتم بعيونكم ما الذي يجري في العالم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم، من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من تلف المال، من يتق الله في التوحيد يجعل الله له مخرجا من الشرك. الآية: والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت. مرة أعرابي قال للنبي الكريم: عظني ولا تطل، تلا عليه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال كفيت. أعرابي اكتفى بقسم من سورة بآيتين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتق الله، اتق الله ترى الأمور ميسرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، دققوا في هذه الآية، صدق أنه مخلوق للجنة لا للدنيا. أنت حينما تؤمن أنك مخلوق للجنة تنعكس الموازين كلها، ترى الذكاء والفلاح والفوز والتفوق في العطاء لا في الأخذ، ترى النجاح والتفوق والذكاء في بذل جهدك للآخرين لا في أخذ جهودهم. إن لم تنعكس مقاييسك بعد الإيمان بالله واليوم الآخر يكون بالإيمان في خلل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيها الأخوة، هذه الآية هي الحل. المسلمون ماذا يعانون؟ والله ما بعتقد مر بتاريخهم زمن أصعب من هذا الزمن. والله متهمون بعقيدتهم وبأخلاقهم، متخلفون، إرهابيون، قتلة، جهلاء، فقراء، متهمون. ما الحل؟ الحل بكلمتين، كلمتان في كتاب الله، كلمتان فقط في كتاب الله. الدليل قال تعالى: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وفهمكم كفاية. الله قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا كلام خالق السماوات والأرض. هذا الكلام زوال الكون أهون على الله من أن لا يقع. هذا الكلام: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. عظمة هذا الدين أيها الإخوة أن المجموع إذا طبقه قطف ثمار يانعة، وإذا طبقه واحد وحده قطف ثمار يانعة. يصلح دين جماعي ودين فردي. إذا الناس شردوا عن الله ولم يستقيموا وتنكروا لهذا الدين وانغمسوا في الشهوات والمعاصي والآثام، دعك منهم. الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إنه بآخر الزمان في وضع صعب جدا. إذا رأيت شحا مطاعا، مادية مقيتة يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا. الجنس هو كل شيء في حياة الناس. نحن أمة اقرأ، يعني بشهر رمضان، بشهر العبادة، بشهر التقوى، بشهر القرب، بشهر الصلة بالله، ما في غير مسلسلات. هذا واقع الناس. كان شهر عبادة صار شهر فولكلوري، شهر ولائم. فيا أيها الأخوة، إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، قال: فامسك لسانك، أمسك لسانك، والزم بيتك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. فهذا الدين عظمته إن طبقته الأمة انتصروا ووصلوا إلى أطراف الدنيا، لأنه
لو فهم الصحابة الكرام الإسلام كما نفهمه نحن، والله الذي لا إله إلا هو ما خرج الإسلام من مكة. أما أن يصل إلى الصين، أن سيدنا ابن رواحة كلفه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم تمر خيبر في اتفاقية بينهم، فجاء لعندهم كي يقيم تمرهم فأغروه بحلي نسائهم كرشوة، قال والله جئتكم من عند أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي من القرد والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم العدل. فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا، بهذا قامت السماوات والأرض. نحن أمة نعاني ما نعاني، والله خلاصنا بيدنا، والورقة الرابحة بيدنا، والكرة في ملعبنا، والله ينتظرنا، وإن تعودوا نعود، وإن تصلوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يلغى كل شيء. أيها الإخوة، فنحن حينما نطبق هذا الدين تطبيق جماعي نقطف ثمار يانعة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثلاث وعود: الاستخلاف والتمكين والتطمين. ونحن الآن لسنا مستخلفين ولا ممكنين ولسنا مطمئنين، هذه الحقيقة، والأمر بيدنا. فإما أن تطبق هذا الدين أيها الأخ المؤمن الكريم وحدك تقطف ثماره يانعة، أو أن يطبق المجتمع كله هذا الدين نقطف ثمارا جماعية. فكل إنسان يتأمل ويدقق ويحقق، يرسم لحاله خطة، يبحث عن النقاط السلبية بحياته، وين في معاصي، وين في آثام، وين في تقصير، وين في تقصير بأداء الواجبات، وين في إنفاق غير صحيح، وين في كسب مال في شبهة، دقق. أذكر كلمة وردت في شأن الحج: من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. أقيس على هذا، يجب أن يغلب على ظنك أن الله غفر لك، وأن الله قبلك، وأن الله أعتقك من النار، وأنك فتحت مع الله صفحة جديدة، وأنك اصطلحت مع الله، وأنك عدت إلى الله. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. والله الذي لا إله إلا هو كلمة هنيئاً لك لا تصلح إلا لمن اصطلح مع الله. بتهنيه ببيت سيتركه، بتهنيه بمركبة سيتركه، بتهنيه بمال وفير سوف يفارقه، أما بتهنيه بالهدى. لذلك تمام النعمة الهدى، النعمة الحقيقية الهدى. سيدنا علي رضي الله عنه يرتب النعم ثلاث مستويات: نعمة الهدى رقم واحد، نعمة الصحة رقم اثنين، نعمة الكفاية رقم ثلاثة. فإذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. والحمد لله رب العالمين. كل إنسان عنده مشكلة. شاب يبحث عن عمل، هذه مشكلة. شاب يبحث عن زوجة، هذه مشكلة. إنسان له زوجة ليست كما يتمنى، هذه مشكلة. إنسان دخله قليل، إنسان عليه ديون لا قبل له بوفائه، ما أكثر الهموم. إنسان عنده مشكلة صحية. حياة البشر هكذا أرادها أن تكون. أنت أمام طريق مسدود، ما في عمل، وشاب، ما في زواج، ما في عندك بيت، يعني مشكلات الحياة لا تعد ولا تحصى، مرض معقد،
يحتاج إلى أموال طائلة، هذا كرب. قانون تفريج الكرب، والله الذي لا إله إلا هو، وألقى الله بهذا الكلام، زوال الكون أهون على الله من أن تتقي الله ثم لا ترى الفرج. بأي مكان كنت، بأي زمان، بأي محيط، بأي بيئة، بأي نظام، بدولة غنية، فقيرة، شرق، غرب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه شعار عظيم لكل شاب. مما تشكو؟ اتق الله، اتق الله يجعل لك مخرجا. اتق الله في اختيار زوجتك، يجعل الله لك مخرجا من الشقاء الزوجي. اخترها ذات دين، تربت يداك إن لم تفعل. اخترها تعرف الله، إنها أم أولادك. من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، ومن لا يتق الله في اختيار زوجته تريه النجوم ظهرا. المرأة جنة أو نار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الآن من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم. أنت حينما تعتني بابنك صغيرا تأخذه إلى المسجد، تحفظه كتاب الله، تهتم بأخلاقه، بأصدقائه، بدراسته، بصحته، بعاداته، بتقاليده، هو معك، يلزمك. فإذا شب رأيته قرة عين لك. والله أيها الإخوة، ما من شيء أغلى على الأبوين من ابن صالح يدعو لهما من بعدهما، هو صدقة جارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. لذلك يقول سيدنا عمر: أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا رجاء ولد صالح ينفع الناس من بعدي. الولد ثروة كبيرة. يا أيها الإخوة، نحن في امتحان، في عندنا مشكلة زوجية، مشكلة بالأولاد، مشكلة بالدخل، مشكلة بالصحة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله حدثني أحد علماء دمشق، جاءه شاب قال له: أنا ما معي شيء، وأنا في سن الشباب، وأنا أتمنى أن أتزوج، لا في بيت، ولا في عمل، ولا في مهر، يعمل في محل تجاري بدخل قليل جدا. قال له: اتق الله. قال له: هذه أين تصرف؟ شو اتق الله؟ ما فهم أبعاده. قال له: ما عندي غيره، مع السلامة. هذا فكر اتق الله، مجال تقوى عمله، يعني هو موظف بسيط جدا بمحل. يبدو أنه أخذ هذا الكلام بمحمل خطير. قال له، قال بعدين: داومت دوام كامل، المحل كأنه إلي، غضيت بصري عن أي فتاة تدخل إلى المحل، ما كذبت أبداً، نصحت الزبائن. يذكر تفاصيل تفاصيل تفاصيل. فصاحب المحل وضع مو طبيعي، كأنه صاحب المحل هو، اهتمام، دوام. فالذي حصل أنه صاحب المحل طمع به أن يكون زوجاً لابنته، بس ما أخبره. وأمن بيت جيد جداً، وصار يقول له: رافقني، أنا مضطر أكسي بيت، أنا بحب ذوقك. هو يختار السيراميك، هو يختار البلاط، هو يختار. بعد ما انتهى البيت قال له: هذا البيت لك، أنا حزوجك بنتي. فأجا دعا الشيخ على عقد القران، قال له: سيدي ما تذكرتني؟ قال له: لا والله. قال له: مرة أنا جيت لعندك قلت لي اتق الله، فأنا اتقيت الله، الله أكرمني بزوجة وبيت منك.
ودخل جيد. أنا والله وألقى الله بهذا الكلام ما بصدق في الأرض في الخمس قارات من آدم ليوم القيامة أنه شاب يتقي الله والله عز وجل لا يفرج عنه. وما أكثر المشكلات، والله في مشكلات بالعالم الإسلامي والله تنهد لها الجبال، في صعوبات، في طرق مسدودة، في أبواب مغلقة، في قهر، في قتل، في فقد حرية، في مرض، في جوائح، في شيء لا يحتمل. ترون كل يوم أنتم بعيونكم ما الذي يجري في العالم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم، من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من تلف المال، من يتق الله في التوحيد يجعل الله له مخرجا من الشرك. الآية: والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت. مرة أعرابي قال للنبي الكريم: عظني ولا تطل. تلا عليه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: كفيت. أعرابي اكتفى بقسم من سورة بآيتين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتق الله، اتق الله ترى الأمور ميسرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، دققوا في هذه الآية، صدق أنه مخلوق للجنة لا للدنيا. أنت حينما تؤمن أنك مخلوق للجنة تنعكس الموازين كلها، ترى الذكاء والفلاح والفوز والتفوق في العطاء لا في الأخذ، ترى النجاح والتفوق والذكاء في بذل جهدك للآخرين لا في أخذ جهودهم. إن لم تنعكس مقاييسك بعد الإيمان بالله واليوم الآخر يكون بالإيمان في خلل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيها الإخوة، هذه الآية هي الحل. لا، المسلمون ماذا يعانون؟ والله ما بعتقد مر بتاريخ زمن أصعب من هذا الزمن. والله متهمون بعقيدتهم وبأخلاقهم، متخلفون، إرهابيون، قتلة، جهلاء، فقراء، متهمون. ما الحل؟ الحل بكلمتين، كلمتان في كتاب الله، كلمتان فقط في كتاب الله. الدليل قال تعالى: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وفهمكم كفاية. الله قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا كلام خالق السماوات والأرض. هذا الكلام زوال الكون أهون على الله من ألا يقع. هذا الكلام: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدكم شيئا. عظمة هذا الدين أيها الإخوة أن المجموع إذا طبقه قطف ثمار يانعة، وإذا طبقه واحد وحده قطف ثمار يانعة. يصلح دين جماعي ودين فردي. إذا الناس شردوا عن الله ولم يستقيموا وتنكروا لهذا الدين وانغمسوا في الشهوات والمعاصي والآثام. دعك منهم. الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إنه بآخر الزمان في وضع صعب جدا. إذا رأيت شحا مطاعا، مادية مقيتة يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا. الجنس هو كل شيء في حياة الناس. نحن أمة اقرأ، يعني بشهر رمضان، بشهر العبادة، بشهر التقوى، بشهر القرب، بشهر الصلة بالله، ما في غير مسلسلات. هذا واقع الناس. كان شهر عبادة، صاع
صار شهر فولكلوري، شهر ولائم. فيا أيها الإخوة، إذا رأيتم شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه، قال فامسك لسانك، أمسك لسانك والزم بيتك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. فهذا الدين عظمته إن طبقته الأمة انتصروا ووصلوا إلى أطراف الدنيا، لأنه لو فهم الصحابة الكرام الإسلام كما نفهمه نحن، والله الذي لا إله إلا هو ما خرج الإسلام من مكة. أما أن يصل إلى الصين، أن سيدنا ابن رواحة كلفه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم تمر خيبر، في اتفاقية بينهم، فجاء لعندهم كي يقيم تمرهم، فأغروه بحلي نسائهم كرشوة، قال والله جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من القرد والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم العدل. فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا، بهذا قامت السماوات والأرض. نحن أمة نعاني ما نعاني، والله خلاصنا بيدنا، والورقة الرابحة بيدنا، والكرة في ملعبنا، والله ينتظرنا، وإن تعودوا نعود، وإن تصلوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يلغى كل شيء. أيها الإخوة، فنحن حينما نطبق هذا الدين تطبيق جماعي نقطف ثمار يانعة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثلاث وعود: الاستخلاف والتمكين والتطمين. ونحن الآن لسنا مستخلفين ولا ممكنين ولسنا مطمئنين، هذه الحقيقة، والأمر بيدنا. فإما أن تطبق هذا الدين أيها الأخ المؤمن الكريم وحدك تقطف ثماره يانعة، أو أن يطبق المجتمع كله هذا الدين نقطف ثماراً جماعياً. فكل إنسان يتأمل ويدقق ويحقق، يرسم لحاله خطة، يبحث عن النقاط السلبية بحياته، وين في معاصي، وين في آثام، وين في تقصير، وين في تقصير بأداء الواجبات، وين في إنفاق غير صحيح، وين في كسب مال في شبهة، دقق. أذكر كلمة وردت في شأن الحج: من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. أقيس على هذا، يجب أن يغلب على ظنه أن الله غفر لك، وأن الله قبلك، وأن الله أعتقك من النار، وأنك فتحت مع الله صفحة جديدة، وأنك اصطلحت مع الله، وأنك عدت إلى الله. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. والله الذي لا إله إلا هو كلمة هنيئاً لك لا تصلح إلا لمن اصطلح مع الله. بتهنيه ببيت سيتركه، بتهنيه بمركبة سيتركه، بتهنيه بمال وفير سوف يفارقه، أما بتهنيه بالهدى. لذلك تمام النعمة الهدى، النعمة الحقيقية الهدى. سيدنا علي رضي الله عنه يرتب النعم ثلاث مستويات: نعمة الهدى رقم واحد، نعمة الصحة رقم اثنين، نعمة الكفاية رقم ثلاثة. فإذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما ملك الدنيا بحذافيره. والحمد لله رب العالمين.